السلام عليكم، معكم مؤسسة زينب رافع الجميع. مكملة وياكم بكورس الريسوشينج. وصلنا لليونت 5 السبانينج تري. بعدنا بالانترودكشن. هسا هنشرح السبانينج تري كونفجريشن اون سيسكو سويتش. يعني هشتغل على الباك تريسر على مود يكون واضح لكم احسن شغل. من بداية راح اختار السويتشات. مثل ما تشوفون الليد برتقالي هنا، أول ما يشتغلون مثل ما قلنا الحالة الأولى هي listening اللي هي 15 ثانية، بعدين يصيرون بالليرلينج اللي هي 15 ثانية يعني 30 ثانية، يلا يتحولون بالفورواردينج ستيت. خلاص شوف هسه هنا صار اللي اخضر اشتغل جيك 0 سلاش 1 جيك 0 سلاش 1 هنا جيك 0 سلاش 2 بجيك 0 سلاش 2. خلاص عندك هنا أنا صار بعده برتقالي، ما راح يتحول اخضر. ليش؟ لان السبانينج تري اوريدي باي ديفولت هو انيبل اون سيسكو سويتش. يعني اول ما تجيب سيسكو سويتش وتشغله هو باي ديفولت شغال. شغال اللي هي السبانينج تري بأكثر من فيرجن، فاللي شغال بالسيسكو سويتش اللي هو ال بي في اس تي، اوكي، اللي هي البي ار في لان سبانينج تري. احنا هنشرح الانواع حتى والتايبات تبع كل سبانينج تري، بس هنا كبداية من حتجي على السيسكو سويتش بس خنسميه، هقول له مثلا دو شو او مو لدو، خلنا نرجع راح نقول له شو شو سبانينج تري. هذا الكومنت كلش مهم لازم تفتحون خطوه خطوه. اول معلومه شطك اياها يقول لك VLAN spanning tree enable protocol. ده يقول لك انه بالحالة الاولى هنا ده يقول لك انه spanning tree هنا مفعل على VLAN 1. اوكي هاي خلصنا. spanning tree هنا المفعل اللي هو اللي قلنا عليه اللي هو PVST PVST هاي خلصناها. الروت اي دي هو شنو؟ لهنا الروت اي دي اللي هو الروت انت مالتك، يعني الاي دي تبع السويتش مالتك هويته. نعطيك البرايورتي مالته اللي قلنا 32779 هاي الديفولت اللي على كل اجهزه سيسكو، وانت تقدر تضيفها يعني تقدر تعدل عليها. كل ما كانت اقل كل ما كان هو الروت بريدج، يعني اذا تريد تضمن انه السويتش هو يكون الروت بريدج لازم تخليها صفر عادي يستقبلها. الماك ادرس مالته، الكوست الكوست تبع الانترفيس الجيك 0 سلاش 1 اللي هو هذا، احنا نحكي على سويتش 1. فالكوست تبع هذا اللي هو شغال منطقياش جيت، احنا هنسوي محاضرة على الكوست. منطقياش جيت منطقيا 25، اوكي نقول ليش 25 تعرف شلون. الهلو تايم، الهلو تايم شنو الهلو تايم؟ 2 سكند عندك، والماكسيمم ايج 20 سكند، والفوروردينج ديلي 15 سكند. تذني شنو؟ خلي اشغل شي واشرح. الهلو تايم 2 سكند اللي هي البي دي يو تنقل بتوين سويتشز. تذكروا من قلنا البي بي دي يو اللي هي تنقل الاي دي تبع الروت بين السويتشات، هاي كلش قد تنقل كل شوية النقل بين السويتشات. حتى هذا هنا بس يسمع على البي بي دي يو. كل 2 سكت تنقل، كل 2 سكت تنقل، يعني هو 2 سكت هذا البورت ينقل لهذا، وهذا البورت ينقل لهذا، وهذا ينقل له، وهذا ينقل له، وهذا ينقل هنا وينقل هنا. ليش دائما وهذا لازم يضل يستلمها في حالة
ظل يستلمها كل 2 سكند، يستلم البي بي دي يو اللي هو متعارف عليها، اللي اتفقوا عليها واللي عرفوا من هو الروت بريدج من خلالها. اوكي، فكل 2 سكند تنقلها من اني اقدر اغيرها. الماكسيمم ايجينج تايم 20 سكند. احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا البورت اللي بيشرح لنا بلش محاضرة يكون بالبلوكينج ستيت. ايش قلت؟ اذا استمرت 20 سكند هو مستلم البي بي دي اللي هو يعرفها، اللي يعرف بيها من خلالها انه مثلا هذا الروت بريدج، راح انه يتحول من ال شو اسمها من البلوكينج ستيت للليرنينج ستيت، بعدين قصدي للليسننج، بعدين للليرنينج، بعدين يتحول للفورواردينج. في حالة انه هذا البورت انه قام انه ما يدزل البي بي دي اللي هو يعرفها خلال 20 سكند، اوكي، او ما يدز اصلا. واضحه؟ هذا الايجينج. الفوروردينج ديلي 15 سكند. الفوروردينج ديلي هي اللي عباره عن الوقت اللي ياخذه بالليرنينج ستيت وبالليسننج ستيت، وهمين اقدر اغيرهم. هاي اللي هنا أنا. اوكي واضحه، يعني احنا قسمنا لكم اياها. هاي اول شيء عرفناها انه مفعل السبانجتر على فيلان 1، نقدر نفعل السبانجتر على فيلان 2 فيلان 3، ما عندنا اشكال. وهنا البارت الاول اللي هو قلنا البي بي اس تي، عرفنا شنو الروت بريدج، هو المعلومات تبع السويتش والهلو تايم، عرفنا انه كل 2 سكند تنقل البي بي دي يو بتوين السويتشز، والماكسيمم ايجنج تايم 20 سكند اللي هو 20 سكند حينتظر بها البلوكينج بارت الى ان يعرف انه هذاك اللينك مقطوع عم يتحول الى فوروردينج ستيت. شلون يتحول؟ لازم يمر بالليسننج وبعدين بالليرنينج. هنا الفوروردينج ديلي هو اللي يعبر عن الوقت تبع الليرنينج ستيت والليسننج ستيت. اوكي، البريدج اي دي شنو؟ هو المعلومات تبع شو اسمها تبع الروت بريدج اللي هو صار الرئيس تبع الشبكه. مثل ما تشوفون البرايورتي، تشوفون الماك ادرس مالته مو نفس الماك ادرس اللي هنا، يعني انت هو غير السويتش، غير هذا السويتش. وهنا البرايورتي مثل تشوفون انه هنا اشو انه هي هل قد البرايورتي، ليش هنا مزداده صارت 9؟ لان هي زيدناها 1. هاي مال السين اي دي اي اكس تي. الهلو تايم هاي اللي شرحت لكم عليها نفسها تبع البريدج اي دي، ده ينطيك اياها. الايجينج تايم عرفناها هو شنو. الانترفيسز، معلومات الانترفيس اللي الحالة مال هذا السويتش، يعني ينطيني الانفورميشن تبع الجيك 0/1 والجيك 0/2. مثل ما تشوفون انه هذا روت بورت بالفوروردينج ستيت، عرفنا الروت بورت هو البورت اللي يعبر عن الشورت باث تو ذا روت بريدج. الكوست مالته 4، البرايورتي مالته التايب، اكو بوينت تو بوينت واكو بوينت تو مالتي بوينت، راح نشرحها من بعدين. اعتقد بوينت 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 مالتي بوينت، اي اكو شيء اتذكرها. الالترنيتد بورت هو البورت اللي يكون في حاله البلوكينج ستيت. 4 الكوست مالته بلوكينج. اوكي، البرايورتي مالته خلصنا. شوف غير السويتش، السويتش 1 اللي هو هذا، اللي هو اعتقد هو هذا الروت بريدج مبين، يعني موجود اعتقد اصلا. بس في حال انه انت اصلا ما تعرف انه كل السويتش عندك بطابق او شيء، بس بالاغلب انت من تسوي الشبكه مالتك، يعني ماكو مو معقول شيء حتربط السويتشات. هسه اقول لك شلون تربطهم محاضره، يعني حسوي انه اذا عندك مشروع شلون حتشتغل على الاجهزه، شلون راح تسوي الديزاين مالتها. فانت ايش طبيعي لازم تحدد انت، يعني مو تخلي هو بكيف يختار هو يكون الروت، انت تحدد الروت اصلا، يعني انت تحدد الرئيسي للشبكه مالتك دائما، هذا الديفولت. بس هنا خلينا نشوف هذا شلون راح يصير. يعني انا بس مجرد هنا جيت وربطت بالسويتشات، فبروح على السويتش 1، انا هقول له شو سبانينج تري، نعيد نسقل من جديد انه هاي الانفورميشن تبع فيلان 1 الديفولت. عندك اكثر من فيرجن سبانينج تري، هنا فيرجن مفعل البي بي اس تي. اوكي، الانفورميشن تبع الروت اي دي اللي هو الانفورميشن تبع الجهاز مالتك، الاي دي يعني شلون انت اسمك.
وعنوانك وهاي الملاعب اللي بالشات الجنسية بالاي دي مالتك. فهنا قال لك البرايورتي شنو مال السويتش اللي which is default on Cisco switches, الادرس. This bridge is the root bridge, يعني يقول لك هو هذا الروت بريدج, هو هذا الرئيس مال الشبكة. الهلو تايم قلنا اللي هي كل 2 سكند تنقل ال PPTU between the switches, اللي هو ينقلها من خلال انترفيس مالت الايجنج تايم اللي هي 20 سكند, ينتظر البلوكينج ستيت او ينتظر الى ان يعني ينتظر من خلال الانترفيس 20 سكند يلا يتحول غير ستيت في حالة انه هو ما استلم البي بي دي, يعني يبقى 20 سكند هو ما استلم البي بي دي اللي هو متفق عليها. الفوروردنج ستيت اللي هي ال 15 سكند اللي هي الوقت تبع الليسننج والوقت تبع الليرننج. اوكي البريدج اي دي ده يقول لك المعلومات تبع البريدج اي دي which is same, يعني اذا تشوفون الماك ادرس نفس الماك ادرس اللي فوق, هو اوريدي اصلا قايل لك انه هذا الروت بريدج. نجي معلومات تبع الانترفيسز مالته which is هنا تشوفوها جيك 0/1 جيك 0/2 الليد مالتهم اخضر. فايش يقول لك انه جيك 0/1 ديزيجنيتد بورد, الديزيجنيتد بورد هي البورت تبع الروت بريدج, دائما كلها تكون ديزيجنيتد بورد, واثنيناتهم في حاله الفوروردنج. خلصناها. نجي على السويتش الاخير اللي عندنا اياه اللي هو سويتش 2 سبانينج تري, قلنا مفعل باي ديفولت سيسكو سويتشز, هم نفس الحاله اللي هنا ايش قلنا انه هنا الفيرجن تبع البي اس تي الاس تي بي المفعل باي ديفولت حسب نوعيه السويتش هنا اللي هو البي في اس تي, الروت اي دي معلومات مالته اللي هو البرايورتي الماك ادرس الكوست البورت مالته اللي شغال حاليا صايب الفوروردنج, الانفورميشن تبع التايمز اللي تنقل فيها البي بي دي يو قلنا 2 سكند اللي يتنقل بين السويتشز, الماكسيمم ايجنج تايم شرحنا شنو اللي هو ينتظر خلال 20 سكند يلا يحول من البلوكينج ستيت الى الليرنينج الى لسننج, بعدين من يحول لسننج 15 ثانية يتحول الى ليرنينج, من ليرنينج 15 ثانية يلا يتحول للفوروردنج اللي هنا يقول لك الفوروردنج ديلي 15 سكند عرفناها. البريدج اي دي اللي هو الروت بريدج من هو معلومات مالته, الحالة الانترفيسات مالتي انه اكو روت اللي هو الاقصى مسار للروت بريدج which is هذا الروت جيك 0/2 هو هذا الروت, وهذا البورت المربوط على الالترنيتد بورت اللي هو البلوكينج هنا هذا ديزيجنيتد. اوكي اثنيناتهم في حالة الفوروردنج. بس تقولي ليش هذا فوروردنج؟ مثل ما اتفقنا انه عم يسد اللوب لازم هنا نحط الشجرة, هذا هنا ديزيجنيتد بورت اللي هو يظل كل 2 سكند ينقل هنا البي بي دي يو. اوكي اللي هي شو يقول يعني خلال هاي 2 سكند من هنا ينقل البي بي دي يو, ايش ده يقول له؟ ده يقول له انه هذا الروت بريدج. في حالة هو اول ما يشتغلون السويتشات ايش قلنا؟ اول ما يشتغلون السويتشات كل واحد يدز البي بي دي يو يقول له اني روت بريدج اني روت بريدج, ففي حالة انه اني انقطع هسه عندي هنا كانسل الله اوكي هسه اني انقطع عندي هذا الكيبل, هذا حينقل له شو يقول له؟ يقول له اني روت بريدج. والله اكو ديباجينج في فيديو والله سنشوف دقيقة. اي اكو في فيديو فيديو ديباجينج او شيء يعني انه بين هذا الشيء بدي اسوي اياه بمحاضره. المهم سمين قطعت هذا حيرجع فود يشتغل ورا 20 سكند احنا انتظرنا ورا 15 سكند يلا يشتغل, بس ثواني خلاص رجع اشتغل. من هسه ارجع على هذا السويتش اقول شو سبانينج تري هنا اللي هو سويتش 2 شوف صار عندي انترفيس واحد اللي هو بالفوروردنج صار روت, قبل شوي كان ديزيجنيتد بورت يا ترى ليش صار هو الروت؟ صار روت. اوكي الروت هو دائما الانترفيس اللي اقرب للروت بريدج,
احنا شو منو كان عندنا الروت؟ كان عندنا هذا الروت. خلي اشوف هذا السويتش زيرو. هذا الروت، هذا صار ديزيجنيتد اللي هو كان قبل بلوكينج بورت جيك زيرو سلاش زيرو. اوكي هذا صار ديزيجنيتد وهذا صار روت وهذا صار روت وهذا بقى روت بريدج. ليش هسه هذا الروت؟ لان هذا الروت تحول كان ديزيجنيتد تحول روت، لان هو الروت اقرب مسار الى من الروت بريدج اللي وجز هذا. فهذا روت، هذا ديزيجنيتد. اوكي هذا روت يعني هو أقرب مسار إلى الروت برج. أتمنى تكون محاضرة خفيفة وسهلة، يعني بس فقط يعني دربي نفتح للسبانينج تري، يعني بعدنا ما دخلنا كل شيء بالموضوع، بس مهم إنه تفتهموه وتفتهموه الأمر الشو اللي شرحنا عليه. أي سؤال تقولوا لي بخانة التعليقات، ولا تنسوني من دعوة بظهر الغيب، وباي باي.